السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء وطلبة العلم، حفظكم الله جميعا، وهذا هو اللقاء الثاني من هذا الدرس المبارك. افتحوا كتبكم، وعندي صفحة 44 بعد 100، والفقرة الآن فقرة 325. قال المصنف رحمه الله: ومثل الربا الصريح. أتى المصنف رحمه الله تعالى هنا بأمثال الربا الصريح الواضح. ما هو؟ التحيل عليه بالعينة، الحيلة. الحيلة معناه البحث عن الطريق حتى يجعل حلال حتى يجعل حلالا، أي ما يكون حراما حتى يجعل حلالا، يسمى حيلة. التحيل عليه بالعينة. ما معنى العينة؟ بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، أي ليس نقدا، هذا معنى إلى أجل، ليس حالا. وبعد أن يبيعه بمئة إلى أجل، هذا البائع يشتريه مرة أخرى. هذه السلعة اشتراه مرة أخرى لكن نقدا بسعر أقل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أي نقدا حالا، أو بالعكس، فهذا حيلة على الربا، هذه تسمى العينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه هي العينة. فأنت تبيع الساعة مثلا بمليون، يدفع 5 أشهر، كل شهر 200 200 200 200، وبعد أن بعت الساعة قلت للمشتري: أنا أشتريه منك مرة أخرى بكم؟ بثمانية، لكن الفلوس تنظر، تراه الآن، هذه تسمى عينة، حرام. كذلك من مثال الربا الصريح التحيل على قلب الدين. كيف؟ قلب الدين. المصنف يقول مثال: أن يكون لشخص على آخر دين. مثلا أحمد استدان من عبد الله 5 مليون، حان الأجل للقضاء الدين، قال له: إما أن تعطيني دينك 5 مليون أو ملايين، أو تذهب إلى فلان. يا عبد الله اذهب إلى عبد الجبار وتستدين منه حتى توفين المال، أتعطيني فلوسي 5 ملايين. بين أحمد وعبد الجبار اتفاق طبعا، بينهما اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن الجديد، أو يقول: اذهب إلى فلان استقرض منه وتوفيني. ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقدر المدين، فإذا أوفى الدائن الأول
قلب عليه الدين ثم أوفى المقرض بما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريقة ثلاثية. أو أقرب مثال، مثلا يا فلان أريد منك الفلوس 1,000,000، تفضل خذ 1,000,000. حان الأجل، حان الأجل، أين الفلوس 1,000,000؟ ما عندي. طيب إذا كان ما عندك، هذه الساعة سعرها 2,000,000 أو 1,000,000، سعرها 1,000,000، يلا بيع هذه الساعة وأعطني 1,000,000، وعليه وله وأخذ 1,000,000. انظر، دينه الأول 1,000,000، والآن زاد دينه صار 1,000,000. هذا معنى قلب الدين، وهذا لا يجوز. كذلك من صور الربا الصريح التحيل على الربا بقرض، وهذا هو الموجود، بأن يقرضه ويشترط الانتفاء بشيء من ماله. أعطني الفلوس 5,000,000 وهذه سيارتي، أعطاه الفلوس 5,000,000 واستعمل السيارة، سيارة المدينة، استعاره وانتفع بها، فهنا كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومثال آخر ما يتعامله الناس في جزيرتنا، ماذا؟ المزرعة. يا فلان هذه مزرعتي وأعطني الفلوس، فيزرع صاحب الفلوس في هذه المزرعة ويستفيد، الفلوس يرجع إليه ويستفيد من المزرعة، فهذه ربا فلا يجوز. كذلك ومن التحيل على الربا بيع حلي فضة معه غيره بفضة. مثلا عندك خاتم، وهذا الخاتم عليه فصوص، مثلا من الفصوص من العقيق وغير ذلك، وتتبادل مع صاحبك بفضة فقط، هذه فضة وفيها فص، هذا التحايل على الربا. أو مد عجوة ودرهم بدرهم، مثلا عندك تمر عجوة، تمر عجوة زيادة درهم، وتتبادل معه بدرهم، فهذا لا يجوز ربا، كلها التحايل على الربا. وقال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. تمر خفيف لأنها جاب، والرطب ثقيل لأن فيه ماء. هنا إيش؟ هنا لا نعلم التساوي، وهي من الأموال، التمور من الأموال الربوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ أي إذا جف الرطب ينقص؟ نعم، يكون الوزن خفيف. قالوا: نعم. فقال: نهى عن ذلك، أي لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ بيع العرايا، وذلك بقدر 5 أوسق فما دونه، بقدر 5 أوسق فما دونه، فهذا جائز. وأما ما زاد على ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعلم التساوي، وهذه أيضا من الأموال الربوية. ثم قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل والمسمى بالتمر، يعني نبي كيس التمر بتمر لا يجوز حتى نعلم التساوي. هذا معنى بيع الصبرة من الطعام أو من التمر. صبرة يعني مجموع من التمر، نبيعها بتمر مجموع من التمر، ولكن لا نعلم كيلها، لا نعلم كيلها هل متساوي أم لا، هذا كيس تمر وهذا كيس تمر، لا يجوز أن نبيع بالتمر إلا إذا علمنا
التساوي. لماذا؟ لأن هذه من الأموال الربوية، والأموال الربوية لا بد من التساوي، وكذلك لا بد من يدا بيد أي حالا. هذا الذي نأخذه في هذا اللقاء، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.